أبدأ. مساء الخير حضراتكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من الموسم الثاني من برنامجكم كلام عسل مع الدكتورة هالة عسل، ومعكم المهندس يحيى عبد العال. اهلا بيك يا يحيى، اهلا بالساده المشاهدين. حضرات الساده المشاهدين، كما عودناكم ان برنامجنا بيتكون من عده فقرات. الفقره الاولى اسمها الوجبه العلاجيه. وجبتنا مش وجبه عاديه لكنها علاجيه، بنقدم فيها العلاج للسمنه والنحافه، لاولادنا اللي عندهم اضطرابات نفسيه او سلوكيه، وكمان ولادنا قد الحياه. مش هقول المعوقين، انا ما بحبش اقول عليهم معوقين، انا بحب اقول عليهم ولادنا قد الحياه. برضو بقدم لهم علاج، بقدم علاج للمدمنين، الخاص بالمدمنين، بقدم علاج لمرضى السكر، مرضى الضغط وجميع الامراض. فمعنى كده ان وجبتنا مش وجبه عاديه لكنها علاجيه. ومعانا الشيف احمد اهلا النهارده. ومرحبا بك يا دكتوره. اهلا بيك يا شيف احمد، اهلا بك، نورتنا. ميرسي جدا يا دكتوره. اهلا وسهلا بيك يا شيف احمد. اهلا بيك يا اهلا استاذ. بيك. هتعمل لنا ايه النهارده بقى؟ وجبتك النهارده لمين؟ هنعمل النهارده صدور الفراخ بالمشروم وزبده الفول السوداني. طبعا كلنا عارفين فايده زبده الفول السوداني وكده. هنعمل سمك انتبواز اللي هو الماكريل مع خضار سوتيه. هنعمل النهارده عصير اللي هو ورق العسل مع الجزر مع الزبادي، وهنعمل سلطة القرنبيط. يعني قيمة غذائية كاملة متكاملة، وكله طبعا بزيت الذرة وزيت الزيتون. المفاجأة النهاردة شيف أحمد احنا بنعملها للسادة المشاهدين. احنا بنتكلم الفقرة الأولى زي ما قلنا اللي هي الوجبة العلاجية، هنعملها للطفل السي بي أو الشلل الدماغي. فكل يعني كل حقيقي الوجبة اللي انت عاملها كلها مفيدة يا شيف أحمد قوي للأطفال دول. طبعا فيها كالسيوم، فيها من خلال اللي انت بتقوله فيها كالسيوم، فيها فوسفور، فيها أوميجا 3، فيها فيتامين د. كل الحاجات دي بتفيد الطفل الشلل الدماغي او السي بي. طبعا يعني القيمه الغذائيه ليهم بتنمي الذكاء وبتنمي الادراك عندهم وبتنمي الفهم. كمان فيها كالسيوم مهم للعظم، بتفيد العظم. الوجبه دي فعلا يعني مفيده جدا ليهم. قيمه غذائيه عاليه جدا فيها، لما جميع الفيتامين الموجوده والكالوريز بتاعه مش عالي، يعني مفيد جدا، بالذات القرنبيط، بالذات السبانخ. النهارده تمام. عاملين سبانخ الجرناطوره بتاعت صدور الفراخ بالماكريل. طبعا طبعا معروف طبعا كميه القيمه الغذائيه بتاعته قد ايه، تمام. فيعني هيبقى اكلات صحيه كلها. النهارده عندنا شوربه الشوفان. حلو قوي. الفقرة الثانية أعزائي المشاهدين بنتكلم فيها عن مشكلة جات لنا على السوشيال ميديا، على صفحة البرنامج. والفقرة الثالثة هيقدمها لنا زميلي يحيى، بيتكلم فيها عن الابتكارات وعن الريسايكل. هيعلم السادة المشاهدين أو السيدة في المنزل إزاي تعمل إعادة تدوير لأي حاجة عندها في البيت قديمة، أو أولد فاشون، قديمة جدا أو موضة قديمة أو الكلام ده. فهي إزاي هيعلمها إزاي نعيد تدوير هذا الشيء ونخليه جديد من أول تاني. طيب نقدر نعرف المقادير يا شيف؟ اتفضل. النهارده صدور الفراخ 250 جرام صدور فراخ، بياخدوا 100 جرام بصل، هياخدوا 100 جرام مشروم، بياخدوا 100 جرام زبدة فول سوداني، هياخدوا 100 جرام فلفل الوان. يعني هيبقى البرزنتيشن مع التيست هيبقى شكل الطبق طبعا هايل جدا. هنعمل المكر النهارده الانتبواز، بيتعمل بالخضار وبيتعمل بالبصل وبيتعمل بالليمون، برضو الزيت خفيف جدا عشان بتبقى حاجه زي هيلسي فود كده. والمفاجأة بقى النهارده هنعمل عصير قرع العسل مع البطاطا ده مفاجأة فعلا. والزبادي. انت هي عارف قيمة القيمة الغذائية غذائية بقى عالية للقرع جدا. العسل. قيمة غذائية، منشط جدا لعضلة القلب ومنمي للذكاء وحاجات كتير يعني. النهارده السادة المشاهدين معايا بنتكلم عن الطفل السي بي. يا يحيى، الطفل السي بي او الشلل الدماغي، الطفل ده مش هنقول عليه مريض، صحيح؟ لان الطفل السي بي ما بيبقاش مريض. هو عدة اعراض مرضية لكن ما نقدرش عليه نقول مرض خالص، لأنه بيبقى عبارة عن عجز حركي مركزي غير متطور، بينتج نتيجة للإصابات اللي بتحدث في مراحل التطور للجهاز العصبي، سواء في مرحلة الحمل والولادة، سواء في مرحلة ما بعد الولادة. والشلل اللي بيجي بعد
الولاده بنقول بنسميه شلل دماغي مكتسب، اللي بيجي بقى نتيجه الحوادث، حوادث السيارات، نتيجه الغرق، كل ده، فبنسميه شلل دماغي مكتسب. وبعدين الطفل ده يا يحيى عارف، بعرف برضو الساده المشاهدين ان الطفل ده بيبقى يعني عايزه اقول معظمه بيبقى عنده نسبه الذكاء بتاعته بتبقى معتدله، يعني في منهم ولاد حقيقي بيبقوا جينيوس، في منهم ولاد بيجتازوا في حاجات كتير جدا. يعني حقيقي انا ما بعتبرش الولد ده او الطفل ده بيبقى مريض، انا ما بعتبروش مرض، انا بعتبره عده امراض او عده اعراض مرضيه. احنا النهارده بنقدم له الاكل لان الاكل بيساعد في العلاج، مش عايزه بس كل ام تقول انا بعمل له علاج طبيعي، انا بعمل له علاج وظيفي، انا وكده خلاص، لا، مهم قوي موضوع الاكل. الاكل بيعالج او بيساهم في العلاج بنسبه تقريبا 20% من الاطفال دول. زي ما الشيف احمد عامل لنا الاكل بتاعه فيه كالسيوم، اللي عامله لها النهارده فيه كالسيوم، فيه فوسفور، فيه اوميجا 3، فيه فيتامين د، لان الاكل ده طبعا بيساعدنا جدا في موضوع ال زبده الفول السوداني. هتعرف حضرتك ان اكبر منشط ليه هرمون السعاده. الله، هرمون السعاده طبعا ده عامل كبير جدا كمان في التغذيه. الاعراض بقى يا يحيى بتاعت الـ 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 الطفل ده، بنلاقي طبعا عنده خلل في الحركه، شويه قصور في الحركه، بنلاقي كمان عنده يعاني من الامساك على طول، لان الامساك ده بيجيله بسبب ان هو مفيش حركه كتير وسوء هضم. انا بتكلم على الاعراض الخاصه بالتغذيه، كمان ما بيعرفش يقعد زينا كده عشان يعرف ياكل، فممكن يحصل له سوء هضم عشان ما بيعرفش يقعد ياكل كويس. كمان بنلاقي عنده في بعضهم عنده قصور في الفهم، في الادراك، في البصر، في ممكن بعضهم عنده نوبات صرع، ممكن بعضهم عنده كمان نشاط زائد، او عنده تشتت انتباه، ده بعضهم. فاحنا من هنا بنعرف ازاي الطفل، بنحدد ازاي ابننا عنده شلل دماغي، وبعد كده بنعمل له بنعمل له فريق عمل، او بنوديه لدكتور متخصص، دكتور مخ واعصاب، اخصائي نفسي، عشان يحدد يشخصه لي، نشوف الدرجه بتاعته، هل الدرجه بسيطه او متوسطه او شديده. طبعا كل درجه ليها اعراضها من الدرجات دي، في الجسم وفي الشكل وفي اللعاب والكلام ده كله. وبعد كده بيحدد لنا فريق العمل طريقه العلاج. طريقه العلاج بيبقى علاج وظيفي، بيبقى علاج كمان علاج طبيعي، بيبقى تعديل سلوك، بيبقى علاج طبي، بيبقى علاج اسري، بيبقى فيه علاج عن طريق التغذيه، فيه كمان علاج منه عن طريق السوام، او عن طريق كمان السباحه، ده احدث حاجه طلعت للعلاج. حقيقي انا عايزه اقول لكل ام، حاولي ان شاء الله تكتشفي ابنك بدري، ولان التدخل المبكر بيجيب نتيجه حلوه قوي يا يحيى. التدخل المبكر صحيح. صحيح، بيجيب نتيجه كويسه جدا. الاسباب بقى بتبقى اسباب، في ناس بيقولوا من ضمنها اسباب وراثيه علماء، لكن دي نسبه بسيطه جدا منهم. طبعا ده اثناء، وفي اسباب اثناء الحمل، اصابه الام بجرثومه، اصابه الام بحوادث، ارتفاع السكر عند الام او الضغط، الكلام ده كله. برضو في اسباب اثناء الولاده، الولاده بالجفت، نقص الاكسجين اثناء الولاده، اسباب كتير، واسباب بعد الولاده زي ما قلنا، أو نتيجه حوادث غرق، او حوادث اللي هي خبط الدماغ، اصابه الدماغ، سبب السياره، وقع من فوق من حاجه كبيره، وده احنا قلنا ده هنسميه شلل رباعي مكتسب. العلاج بيساعد او بيساهم في تقليل الاعراض، العلاج ما بيخفش ابدا الشلل الدماغي، ما بيخفش خالص. ما بقولش ان الطفل اللي عنده شلل دماغي او سي بي ينفع ان هو يخف خالص من كل اللي عنده، حتى لو كان عنده شلل دماغي بسيط، ولكن انا بقلل الاعراض
وبقلل تيبس العضلات، بقلل بعرفه ازاي اللايف سكيلز يعمل، ازاي يتعامل في حياته الشخصيه، في حياته الحياتيه او الحياه الحياتيه بتاعته يعني. ففعلا عايزه اقول ان الطفل ده يعني انا بحبه، وانا يعني فعلا انا بحب الطفل ده قوي، لان زي ما قلت قبل كده هو مخه بيبقى سليم. بعضهم بيبقى عنده يعني قله في الادراك او قله في الادراك او قصور في الادراك والفهم، لكن الباقي بيبقى سليم ان شاء الله. ها عايزين نقول بقى الطريقه كده اللي بتعملها يا شيف. دلوقتي احنا شغالين، عملنا التشيكن اللي هي بزبده الفول السوداني والفلفل الالوان، عاملين شوربه الشوفان شغالين فيها، وبنعمل سلطه القرنبيط. القرنبيط في منه سلطه وفي بيتقلي، بس في السلطه بيبقى حاجه جميله جدا للاطفال انها بتحبه. بس حضرتك زي ما بنعمل الفلفل الالوان، البرزنتيشن بتاع الالوان الخضار بيشجع الطفل ان هو ياكل. كمان الخضار مهمه قوي جدا، مهمه قوي للولاد، لولاد السي بي انت عارف انه مهم جدا ليهم. وغير كده ان القرنبيط اكتر حاجه منشطه للذاكره. صح كده، حلو قوي. طيب دي طريقه ايه؟ احنا بنعمل سلطه القرنبيط دلوقتي. تمام. طيب وبنعمل التشيكن مع زبده الفول السوداني ريحتها. طيب نقول الطريقه كده بسرعه عشان ريحه جميله جميله يا شيف احمد. دي صدور الفراخ بنعملها مع الفلفل الالوان مع البصل مع المشروم زبده الفول السوداني، وبنديها مقدار ربع كوبايه ميه، معلقه زيت واحده اللي بنعملها. على فكره الشوربه ريحتها طلعت حلوه. انا شم ريحتها حلوه قوي. النهارده المنيو ما شاء الله يعني في قيمه غذائيه، والسمك الانتبواز ده حاجه هايله جدا. المفاجاه في وجبه التشيكن دي ان الجرناطور بتاعها هيتعمل بالسبانخ. جميل، حلوه قوي. والسبانخ فيها قيمه غذائيه ليهم عاليه جدا للاطفال بالذات. انا يعني انا حقيقي سعيده قوي ان انا بقدم للساده المشاهدين وجبات غذائيه. مش احنا مش بناكل وبس، احنا دايما نهتم بالاكل العلاجي. انا بقدم لكل الساده المشاهدين وجبات علاجيه يتابعونا ان شاء الله. واي حد عنده مشكله يعني او اضطراب سلوكي او اي حاجه يكلمونا على طول على موقع البرنامج، على صفحه البرنامج على السوشيال ميديا. كمان عندنا يا يحيى الفقره اللي بعد كده، عندنا فقره بنحل مشكله سلوكيه او نفسيه او اجتماعيه او زوجيه، بنحلها من خلال تواصلكم معانا على صفحه البرنامج. جات لنا مشكله عن سيده بتقول يعني بتقول ان جوزي على طول بيخني مع الشغالات، يعني دايما كذا مره تلاقيه قاعد مع الشغالات، تلاقيه يعمل علاقات كبيره مع الشغالات. هي مصره على الطلاق لان بتقول يعني حقيقي هي تعبت وعندها اولاد، وشافته كذا مره مع الشغالات وكل مره يحلف لها مش هعمل كده تاني، حرمت اعمل كده تاني. فطبعا يعني كل مشكله ليها اسباب، يعني ما فيش مشكله ملهاش سبب. عشان كده احنا ضروري نلجا او نعرف الاسباب وبعدين نحاول نتكلم عن السبب، نحاول نتكلم عن العلاج. فبعد ما الشيف احمد يقول لنا الطريقه، طريقه ايه بقى اللي بتعملها دي يا شيف احمد عشان نبقى متابعينك. التشيكن بزبده الفول السوداني وفلفل الالوان والمشروم. دي بالظبط معلقه زيت، 300 جرام صدور فراخ، 100 جرام فلفل الوان، 50 جرام مشروم، 100 جرام زبده فول سوداني. طبعا الفول السوداني بيدخل في الطهي وبيدخل في الاولاد ساعات بيحبوه كده مع التوست. وبيدخل في البريكفاست يعني ليه كذا حاجه، بس عامه الاطفال بتحبه، بتحب زبده الفول السوداني جدا. المقادير على الشاشه اهي يا شيف احمد عشان ايه السادة المشاهدين يكتبوها. وبالمناسبة المقادير دي يا شيف أحمد، يعني الأكل اللي أنت عامله بينمي الفهم والإدراك وبينمي الذكاء، الذاكرة
ومناشط للذاكره هرمون تمام. السعاده في حاجات كتير قوي. ايوه، فينفع كذا طفل، يعني ينفع طفل التخلف العقلي البسيط، ينفع طفل اللي هو الاي دي اتش دي اللي هو اللي احنا بنقول عليه عنده تشتت انتباه وفرط حركه، ينفع طفل اللي هو سلو ليرنينج او اللي هو بطيء التعلم، ينفع اطفال كتير قوي، لانه بيساعد زي ما انت قلت كده يا شيف احمد ان هو بيساعد فعلا على الفهم والادراك وتنشيط الذاكره والكلام ده كله. كمان اوميجا 3 مهمه قوي للاطفال دول وللكبار، وللكبار طبعا كتير. وللكبار اوروبا والعالم كله دلوقتي بدا يتجه للاكل ده بالظبط كده، يعني بدا يتجه للاكلات دي اللي هو الهيلسي فود والبيبي دي والبيبي في والحاجات دي كلها بالظبط، لانه بيساعد زي ما اتفقنا، زي ما قلنا ان هو بيساعد على العلاج. طيب بالنسبه نعمل بقى السمك دلوقتي، يلا نعمل السمك، قول لنا المقادير. قطعة سمك، قطعة السمك دي بنحشيها الفلفل الجميل بتاعنا والبصل. مخرجنا الجميل محمد الكيلاني يجيب لنا المقادير على الشاشه. حط لها 50 جرام بصل، فلفل الوان، فلفل عادي جدا مع طماطم ميه. يعني شكل الخضار برضو البرزنتيشن يا دكتوره بيساعد الطفل على الاكل. اكيد، ما هو من ضمن الحاجات اللي احنا بنساعد الطفل السي بي او الشلل الدماغي، لازم اولا نقعده قعده صحيه. تاني حاجه لازم نشكل له في الاكل وفي الخضار، ونزوق له السفره، مهم قوي ان انا ازوق له السفره عشان اغريه، لان دايما بيبقى عنده ايه، مش عنده شهيته قليله، وعنده امساك، فعشان نشيل الامساك ده او نزيله نديله باستمرار زيت زيتون، بس زيت زيتون مش سخن، زيت زيتون بارد. زيت الزيتون ليه فوائد كتيره جدا برضو. طيب. في جميع الاكل، في السلطات وفي الحاجات دي. طيب كمان زيت الزيتون ده للولاد دول بيخش الامساك، لان هما ما بيمشوش زي ما احنا عارفين، ما فيش حركه كتير، بيساعد على الهضم، بس اهم حاجه يكون بارد ما يكونش سخن. زي ما قلت بنقعدهم قعده صح، بناكلهم على مهلنا، يعني بنستحمل شويه او بنتمهل شويه في اكلهم، لان هم عندهم صعوبه في المضغ، عشان طبعا انتوا عارفين العضلات بتاعه الفك شويه بتبقى بطيئه وبتبقى ضعيفه، فما بناكلوش زينا كده بسرعه، فلازم الام تتمهل وتستنى وتدي للطفل فرصه عشان ياكل كويس وعشان يبلع كويس، لان عندهم كمان صعوبه جدا في البلع، فباستمرار يبقى فيه سوائل مع الاكل، باستمرار يكون انت يعني انت كمان عامل عصير جميل قوي النهارده اللي هو عصير اليقطين او البلجزر. يعني انت عامله منه النهارده في كل القيمه الغذائيه بالزبط. للاطفال. بالظبط، هو اليقطين او اللي هو قرع العسل مهم قوي، ومهم قوي ليهم قبل النوم، لان بيهدي الاعصاب وبيساعد فعلا على الفهم، ليه فوائد كتير جدا، لان هو يعني مع الجزر كمان يا شيف احمد. معمول مع الجزر والبطاطا. يعني لازم ندي ولادنا كل يوم اليقطين ده، مره مهلبيه، مره قرع عسل، قرع العسل يعني عن طريق مهلبيه، عن طريق عصير جزر، عن طريق ممكن نعمله زي كمان زي الكاسترد. ما تنسيش ان حضرتك صاحبه المنيو، يعني صاحبه الفكره بتاعت المنيو. لا حقيقي يا شيف احمد انت يعني بجد برضو ريحه اكلك انا شمها جميله. ميرسي جدا. وبعتمد برضو ان الملح يبقى خفيف جدا. عشان يعني في اطفال بتحب الملح عالي، في اطفال بتحب الملح مظبوط، طول ما حضرتك بتعمل الملح خفيف في الاكل بيظبط طعم الاكل افضل، تقدري تتذوقي الاكل. تمام، انا عايزه اقول كمان للساده المشاهدين، ادي الاول المقادير قدامنا على الشاشه اهي شيف احمد. أيوة. دي مقادير السمك المكريل اللي انت بتعملها. مظبوطه. نقولها كده بسرعه. مع الجزر، مع الثوم، مع الملح والكمون والكزبره والبصل والفلفل الالوان. تمام. عايزه اقول كمان للساده المشاهدين ان برنامجنا زي ما قلت في الاول بيتكون من عده فقرات، قلت الفقره الاولى والثانيه والثالثه بتاعت المهندس يحيى اللي اتكلمنا عن الريسايكل، في عندنا كمان نصيحه في كبسوله بنقدمها للساده المشاهدين في التربيه، في تكون اجتماعيه، سلوكيه، نفسيه، نصيحه بسرعه كده بنقولها للام او للساده المشاهدين في المنزل. كمان عندنا فقره هتبقى بعدين هنزيع عنها ان شاء الله في الحلقات الاخرى، هنسميها انا لازم ابدا بنفسي،
لازم نسقف لكل حد، لكل واحد بيعمل حاجه مش بتاعته يكون عنده انتماء لبلده ولاسرته ولمجتمعه. فمن فضلكم تتواصلوا معانا على الفيسبوك على صفحتنا، اي حد عامل حاجه جميله يبعتها لنا. ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم عن المشكله اللي جات لنا على الفيسبوك، اللي هي الست اللي بتشتكي من جوزها. هنقول لها اوعي تروحوا في اي حته، عشان هنقول لكم ايه السبب وايه العلاج. استنونا. وعدنا لكم بعد الفاصل مع المشكلة وسبب العلاج. هتكون فقرتنا التانية عرض وحل مشكلة من المشاكل اللي وصلنا إلى طريق على الفيسبوك. حضرات السادة المشاهدين، رجعنا لكم تاني مع المشكلة اللي جات لنا على الفيسبوك. وإحنا طبعا تحت أمركم في أي مشكلة نفسية سلوكية اجتماعية أسرية، أي مشكلة إحنا تحت أمركم لحلها إن شاء الله. وتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك. المشكلة اللي جات لنا من سيدة حقيقي بتشتكي ان جوزها متعدد العلاقات، بس مش مع اي حد، مع الشغالات. يعني انا حتى سالتها قلت لها طب يعني سيدات مجتمع او اي حد؟ قالت مع الشغالات بس. فطبعا زي ما اتفقنا ان انا مش هلوم دايما على، يعني احنا دايما بنلوم الراجل على كل اللي بيعمله، لكن يا جماعه انا عايزه اقول نسال الراجل على رد الفعل اللي بيعمله ده. رد فعل، طب ايه الفعل او ايه السبب اللي وصله لكده؟ عشان نتكلم عن العلاج الاول لازم نذكر السبب. ايه السبب او ايه الاسباب؟ انا هشرك الست او السيده في البيت في السبب ده. انا عايزه اقول لكل ست، انا حقيقي مش ضدك لان انا ست زيك، انا معاكي، لكن عايزاكي تبقي المايسترو بتاع بيتك. عايزاكي تديري بيتك، تديري جوزك وتديري اولادك. بس خلي بالك انت مش الليدر، انت المايسترو، يعني انت مش القائد، لان القائد لازم يكون الزوج، ولكن انت المايسترو، انت اللي بتديري البيت، او انت اللي بتديري البيت. فجوزك مشكلته دي انت سبب كبير فيها. السبب الرئيسي ان انت ما بتسيديش جوزك. جوزك ده عايز يتسيد، عايز يبقى السيد او عايز يبقى السلطان. فانت ما تقلليش من شأنه قدام ولادك، ما تقلليش من شأنه قدام المجتمع، ما تقلليش من شأنه قدام زمايله والناس. انت لازم ترفعيه، لازم ترفعي من شأنه وتقولي هو، وتثني عليه على طول قدام الناس. لابد تحسسيه بنفسه، بقيمته، ان هو سلطان وان هو سيد، ان جوزك عايز يبقى كده، الشخصية بتاعته كده. فانت لازم تحسسيه بكده. دي نقطة. النقطة تانية قد تكون في الرجل ومش عند كل الرجالة، ان هي بيبقى عذرا، يعني ان بيبقى عنده قصور شوية من الناحية الجنسية او ضعف شويه من الناحيه الجنسيه، فبيحب يثبت نفسه قدام الناس اللي هم يعني هم في نظره ان هم ضعاف، اللي هم الشغالات، لكن هم طبعا مش ضعاف، ده هم يعني هم لولا هم علينا يعني. فدي بتبقى يعني الشق الثاني من المشكله. يبقى الشق الاول على الزوجه زي ما اتفقنا، الشق الثاني على من ناحيه الزوج. النقطة الثالثة، ودي برضو بنلاقيها في بعض الأزواج اللي هم عندهم نفس المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها، ودي بتبقى تقريبا 25% منهم، إن الراجل بيبقى والدته كانت مسيطرة وهو صغير، يعني والدته كانت مسيطرة على والده، فهو رافض إن والدته تبقى مسيطرة على والده وهو صغير، فطبعا عايز يطلع هو اللي مسيطر وهو اللي يبقى السيد وهو ومعرفش إيه والكلام ده. فبيظهر بالمظهر ده قدام الشغاله، لان طبعا هيجي قدام الشغاله يعمل ويفرد نفسه وما اعرفش ايه ومش عارف، ويظهر ان هو حد بقى يعني كبير قوي. فعشان كده يعني ده اسقاط. فعايزه اقول لكل زوجه ان انت بايدك العلاج، او تقريبا 50% من العلاج. انت بمخك، بذكائك، بدهائك تقدري تعالجي زوجك. الطلاق مش حل خالص، بالذات لما يكون في اولاد. يا جماعة أرجوكوا، الطلاق ده كل 4 دقايق دلوقتي بقى في حالة طلاق. الطلاق مش حل خالص. أنت لازم تقدري تعالجي جوزك زي ما قلتلك. أولا، أول شق من العلاج أن أنت هتسيديه قدام الناس كلها، هتثني عليه قدام الناس كلها، تحسسيه بقيمته، وهتحسسيه أسفة بقيمته أثناء علاقتك معاه. يعني هتحسسيه أنه هو يعني حد جميل وبروفيشنال وشاطر وجميل وكل حاجه. فانا عايزه اقول لكل سيده، انت بايدك تعالجي المشكله دي، اوعي تفكري ان انت تتطلقي. نمره 2، تاخديه وتذهبي او تروحي لدكتور نفسي او لدكتور حد سلوكي يعدل السلوك او يعدل يعالج الموضوع ده.
فمش عيب ان انت تاخديه وتقنعيه وبالسياسه وبالهدوء وبكل حاجه. انت طبعا سيده وفاهمه كل اللي انا بقوله. ففكره الطلاق مرفوضه خالص، وتواصلي معايا برضو قولي لي ايه اللي يعني اعملي الخطوات اللي انا قلت لك عليها وقولي لي ايه اللي حصل واحنا مع بعض. ما تقلقيش انا عمري ما هسيبك، ومن خلال وجودي هنا برضو بخاطب كل الساده المشاهدين اي واحده عندها مشكله تخاطبني وتقول لي انا عندي مشكله، بس من فضلك ما تفكروش في الطلاق. كمان عندي فقره صغيره كده بقولها اللي هي في البرنامج بتاعنا اسمها نصيحه في كبسوله. بقدم لكل ام نصيحه بسرعه كده، او لكل زوج او لكل رجل في البيت. عايزه اقول ان تذكري دايما ان لازم تتبعي نهج واحد في التربيه انت وزوجك في تربيه الاولاد. يعني ايه؟ يعني ما يقولش هو يمين انت تقولي شمال، ما يقولش هو فوق انت تقولي تحت، ما يقولش هو انت تقولي لا. لابد يكون في اتفاق بينكم نهج واحد او طريقه واحده او وسيله واحده، طريق واحد لتربيه الولاد متفقين عليه. ومهم قوي ان انت تحددي اهدافك اول ما تتجوزي مع جوزك. اول ما تتجوزوا الاهداف، اهدافكم المستقبليه، اهدافكم التربويه، لو جت ولاد هنربي ازاي. مهم قوي تحديد الاهداف. حياتك تخططي ليها هترتاحي فيها، تخططي لها كل حاجه. تحديد الاهداف مهم قوي. الاهداف الهدف العمري او الحياتي، الهدف السنوي، الهدف الشهري، الهدف الاسبوعي، الهدف اليومي، مهم جدا مع اولادك ومع جوزك. مهم قوي ان انت تحددي اهدافك في كل حاجه. انا عندي بكره مثلا 11 ساعه هنعمل فيهم 1 2 3، وفهم اولادي، اقول لزوجي طريقه التربيه مع الولاد ونقعد نتكلم فيها انا وهو لوحدنا في مكان بعيد عن الولاد. مهم جدا ان انت تكبري حجم جوزك قدام ولادك وقدام المجتمع، تعلي شأنه. هو اللي عمل لي وهو اللي جاب لي، وهو حتى لو بالكذب حقيقي صدقيني هيجي في يوم يعمل لك. انما لما تكسري مقاديفه وتقللي من شأنه هيجي يوم هيبقى قليل وشأنه قليل وهيحرمك من اللي كان بيديهولك. يعني ما تقولي لاولادك ده ما بيصرفش، ده ملوش لازمه. هو كان في فتره ليه لازمه، بس من كتر ما بتقولي ملوش لازمه مش هيبقى ليه لازمه. فحقيقي الكلام اللي بتقوليه. وبعدين خلي بالك الكلمه الطيبه صدقه، ربنا عظم شأنها قوي، خلى أصلها في الأرض وفرعها في السماء. فبصي شأن الكلمة الطيبة إزاي لما تقوليها بقى لجوزك. والاعتراف بالجميل مهم قوي لما تيجي تعترفي بالجميل لجوزك. يا بابا احنا انت لولا انت علينا، لولا انت عامل لنا ده، لولا انت ما كناش نعرف نعمل وكذا وكذا وكذا. حقيقي لو ما كانش بيعمل هيتكسف على دمه وهيعمل، صدقيني. بدل ما تروحي تشتكي وتشتكي ليه قدام الولاد وتشتكي لاهلك ولاصحابك، واصحابك يضللوكي واهلك تصعبي عليهم ويحاولوا يخربوا البيت من غير ما يحسوا، حاولي انت تحلي مشاكلك بعقلك وبدهائك. انا واثقه قوي منك لان انت ست مصريه. الست المصريه دايما عندها دهاء، بتعرف تعمل كل حاجه، بتعرف تعمل حاجات كتير قوي في كل وقت. كمان عايزه اقول لك ان سمات الاهل هي صفات الاطفال، أو سمات الأبوين هي صفات الأطفال. يعني إيه؟ هتكذبي هيكذبوا، هتبقي صادقة هيبقوا صادقين، هتبقي طموحة هيبقوا طموح، الأطفال هتبقى طموحة، هتبقي شاطرة هيبقوا شاطرين. فصفاتك وسماتك، لأن أنت مدرسة، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فلو أنت فيكي أي سمة وحشة من فضلك يا ريت ما تظهرش قدام الولاد، يا ريت مشاكلنا ما نحلهاش قدام الولاد. ايوه يا سوسن من اسكندريه، اهلا بيكي. أيوة معانا مداخله. ايوه حضرتك. ايوه ما حضرتك، اهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا حضرتك. حضرتك بس انا عايزه اقول لحضرتك وتردي عليا دلوقتي. انا وزوجي، انا زوجي بقاله 3 سنين ونص سابنا، ماشي، لان انا ربنا كرمني بالمرض، جالي مرض الكانسر. حضرتك مريضه بالكانسر؟ جالي الورم، بس الحمد لله ربنا كرمني، عملت عملية وخفيت وقعدت 3 سنين، يعني قعدت تعبانة، قعدت شهرين ثلاثة كنت تعبانة، فسابني واتجوز عليا. وقعدت هيعدل، قال لك عشان عندها المرض وراح تعديني، وانا قلت له المرض ما يعديش. فجيت رديت بقضاء ربنا، يعني قلت خلاص بدل ما هيعدل بينا. جه أول شهرين، بعد كده 3 سنين ونص ما شفناش تاني.
معيني من ضمني معايا ابني مريض اصلا، هو معايا عيل عنده ميه على المخ وبعدي باله من ساعه ما هو مولود، ولا بيسال علينا ولا بيكلمنا ولا حاجه. دلوقتي المستشفى يقول لك عاملين ايه، فحتى انا قلت ايه كلمته كذا مره، اسال على عيالك، انت سبتني انا وانا مريضه ما سالتش فيا، طب دور على عيالك، ببعتهم له يروح عند مرات باباهم يزوروه، وحتى هو مفيش اي حياه ليا ولا سؤال عليا خالص. ألف سلامة عليك يا سوسن، سلامتك ألف سلامة، ونستأذنك تسيبي رقمك في الكنترول. بص يا سوسن، يعني أولا إن شاء الله أنت هتخشي الجنة بإذن الله بابنك وبمرضك ده إن شاء الله، وأي ابتلاءات لينا ربنا أكيد بيحبك قوي وعشان كده بيبتليكي، وإن شاء الله بإذن الله خير. بالنسبة لجوزك أنا عايزاكي أنت تبقي جذب ليه، يعني واضح كده من شخصيه جوزك ان ما بيحبش والمرض ومعناش والشكاوى والكلام ده كله. انا عايزاكي اليوم اللي يجي فيه كانك عروسه تقفي ليه بس، وتفضي نفسك ليه، وما تشتكيش اي شكوى ليه ولا عيانه ولا، لان هو واضح ان هو ما بيحبش الكلام ده خالص. يعني حاولي تجذبيه ليكي تاني، لان هو ما دام جه بعد ما اتجوز يبقى كان فعلا شاري بيته وشريكي. ايه سبب النفور؟ عايزاكي تقعدي كده بمخك، انت واضح ان انت ذكيه، فانا عايزاكي بمخك وتفكيرك وذكائك ودهائك تفكري ايه اللي بيخليه ينفر وايه اللي بيخليه يهرب او ايه اللي بيخليه يمشي. يا جوز البيت التاني افضل، طب ما انا ابقى افضل، احاول اشوف ايه بيحب ايه واعمله، اشوف بيحب يلبس ايه واعمله، ما اتكلمش ما بيحبش ايه وما اعملوش. حاولي تبقي مصدر جذب ليه، وان شاء الله هيرجع لك تاني. وسيبي رقمك في التليفون في الكنترول عشان نحاول احنا يعني نوصل له ونتكلم معاه. شيف احمد بقى، نشوف بقى انت عملت لنا ايه. انا شامه بصراحه، انا جوعت جدا يعني. بس حضرتك خلصت السمك؟ صدور الفراخ المعموله مع السبانخ. جميل، منظرها جميل، حتى يخلي الطفل ولادنا ياكلوا. البرزنتيشن اهم حاجه زي ما انت قلت حضرتك، بيبقى حاجة هايلة جدا 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 في الأكل، بيشجع الطفل. طبعا أنا سامع حوار حضرتك وحديث حضرتك، لو الناس كلها عملت بالحديث حضرتك ده مش هيبقى فيه نسبة طلاق خالص. يا رب. حقيقي أنا عايزة أقول لك، عارف ليه يا شيف أحمد؟ يعني محكمة الأسرة كلها ستات. يعني فاهم يعني وكله عامل مش عايز، كله عايز طلاق. انا حقيقي يا جماعه انا ما بقولش طلاق ان انا كده مع الراجل متحيزه للراجل، لا خالص، انا حقيقي شايله همك وماذا ما بعد الطلاق. يعني اما تتطلقي هتشيلي كام عيل على ظهرك وتمشي بيهم؟ مظبوط. انا ناس كتير قوي بتجيلي المكتب تقول لي انا اتطلقت وولادي نجحوا في حياتهم وعم بنتي دكتوره وابني كذا، اقول لها طب وانتي نسيتي نفسك، نسيتي انوثتك، نسيتي حياتك؟ قالت لي ده بيجي على حساب، يعني حقيقي بيجي على حساب نفسي وبيجي على حساب صحتي. انا كنت راجل وست، انا كنت بره بشتغل في الشارع كراجل وفي البيت، وبقيت عامله زي الراجل، كان ناقص لي شنب بس ولادي نجحوا. قلت لها بس انت نسيتي نفسك، ففعلا تحس انها ندمت تاني. شوف احمد معانا ام محمد، اتصال تاني من اسكندريه. اهلا بيك يا ام محمد. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك، اتفضلي. حضرتك انا بقالي 26 سنه متجوزه. 26؟ ومعايا 4 عيال. واخت جوزي كانت بتتدخل في كل حياتنا. لحد ما ابني عنده 22 سنه دلوقتي ضاع، ولا تعليم ولا شغل، حتى ابوه تعبان مش قادر ان هو يقول له تعالى معايا. سمع كلامها لحد ما ضيع العيل، كنت بدوخ عليه والف عليه عشان ولا ما يقدرش، بس برضه ما عرفتش احكم عليه. قلت له اسمع كلام عمتك ما تسمعش كلام امك. طب معلش يا ام محمد، هو سايبكوا وهي بتتحكم فيكوا برضو؟ انا اللي بعدت بقى، لميت 3 بنات وبعدت عنهم كلهم. خلاص بقى انا خفت. انا طب ده ولد اهو، ولد ما دول بنات عرض، ما ينفعش ان انا اسيبهم كده يموتوا. ما يسمعوش كلام حد الا، قلت له ما يسمعش كلام حد الا ماما. طب هو سابكوا ايه سبب انه سابكوا يا ام محمد؟ اتجوز ولا يعني طلق ولا ايه؟ لا ولا اتجوز ولا حاجه، عايش معاه. عايش معاه؟ بس هي تقول عليه. هو سامعني دلوقتي قاعد معانا في البيت. اللي هي تقول عليه اتعمل. بص بقى خلاص، انت ضيعت واحد مالكش دعوه بالبيت. بص يا ام محمد، طبعا انا عايزه اقول لك ان مفيش راجل تفصيل، لان انت مش تفصيل،
ولا انا تفصيل، ولا الباشمهندس يحيى تفصيل، ولا المخرج بتاعنا تفصيل، ولا الشيف احمد تفصيل. يعني ايه تفصيل؟ يعني مفيش حد متفصل زي ما انا عايزه. انا عايزه راجل من غير اهل وبيصرف وجود بيلدنج وما اعرفش ايه وكذا وكذا. مش هتلاقي واحد زي ما انت عايزه. لو لقينا واحد فيه عيب اهله ولا اخته ولا الكلام ده، نحاول زي ما قلت لك بذكائك وبدهائك وبطريقتك الحلوه وبالكلمه الطيبه ان احنا نحاول نعالج المشكله عشان خاطر ولادي. ادي انت شفتي الولد هو اللي دفع الثمن. يعني انا برضو مش عايزه اجيب عليك اللوم كله، ولكن انا عايزه اقول في فروق فرديه، في واحد في عيب معين. انا اقدر اتحمل العيب ده ولا لا؟ انا اقدر اتحمله ولا لا؟ يعني لو راجل بتاع ستات تقدري تتحمليه، ولا اخته زي ما بتقولي تقدري تتحمليه؟ نسمه، اهلا بيكي يا نسمه. تاثير يا دكتور. اهلا، مساء الخير، ازيك يا نسمه؟ الحمد لله يا فندم. كنت عايزه اسال حضرتك على حاجه. اتفضلي. بالنسبه لتاكيد الرجل اللي حضرتك قلتي للسيده تسيده، بعض الرجال لما بتيجي تسيديهم بيتمرعوا اكتر ويعيشوا الدور اكتر. يحل المشكله دي ازاي؟ يعني انا مثلا زوجي كنت لما اجي اقول له ده انت يعني ميرسي يا حبيبي وربنا يخليك لينا، اتفاجئ برضو انه بيعرف ستات كده يعني، ومش لازم شغالات، هو دايما شخصيته بيحب يعرف الستات اللي اقل مني في البوزيشن، اقل مني في الاسره، اقل مني في التفكير، في الدراسه، في الثقافه، زي ما تقولي حضرتك بيحس هو ان هو سيد عليهم، لان هم بيبقوا مركز ضعف بالنسبه له، فبيحس برجولته قوي عليهم. رغم ان هو خطبني واتجوزني وخلفنا واحنا وانا على الشخصيه دي، انا عجبته في البدايه وانا بالشخصيه دي، لكن انا شايفه ان في بعض الرجال لما تيجي حضرتك او اي انثى تسيدهم بيزودوها شويه. يعني العلاج هنا ايه؟ بصي يا نسمة، انت واضح من شخصيتك ان شخصيتك قوية ومسيطرة ومتسلطة كمان، عشان كده جوزك لابد انه يتسيد. صدقيني لو سيدتيه وحسستيه بقيمته واتكلمتي معاه كلام حلو كتير قوي، حسستيه بقيمته في كل حاجة. طبعا انت فهماني، صدقيني ده نص العلاج. وجوزك واضح انه مش شخصية نفس الشخصية اللي انا اتكلمت عنها في البداية، وانت واضح ان مش شخصيات السيدات المتسلطات. فعشان كده انا بقول لك حاولي تطاطي، حاولي تبقى اقل منه في الليفل زي ما بتقولي، بدليل ان هو بيروح لناس اقل منك. حاولي تبقى اقل منه ودايما تعززيه وتثني عليه قدام الناس زي ما انا قلت في البدايه، حقيقي هيتغير كتير. وبعدين شوفي، واضح كمان ان جوزك بيحب التلون والتغيير. وانا وصلت كده لنهايه الفقره الثانيه. ان شاء الله استنونا الساده المشاهدين، استنونا للفقره الثالثه، وهي فقره الريسايكل اللي انا اتكلمت عنها، اللي الباشمهندس يحيى هيتكلم معانا فيها ان شاء الله. استنونا. ورجعنا لكم تاني حضرات الساده المشاهدين مع الفقره الثالثه بتاعتنا والاخيره. الفقره بتاعتنا دي فقره متنوعه، في كل حلقه هتختلف عن الحلقه اللي قبلها. المره دي الحلقه ان شاء الله او الفقره دي هنقدم لكم فقره اسمها ريسايكل او اعاده تدوير مع الباشمهندس يحيى. هيقدم لنا الفقره دي. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن اعاده التدوير. يعني اي ست بيت عندها اي حاجه في البيت ما ترميهاش، يعني ما ترميها، تفكر ليها تجدد فيها وتصلحها وتطور منها. تمام. اللي احنا مثلا يبقى عندنا مثلا مطبخ، عندنا سفره، عندنا ديكورات الحوائط بتاعتنا، عندنا شغل مش عايزينه، يعني شغل ما في، يعني نطور منه ان احنا نستفيد بكل حاجه برضه. يعني كان عندنا مطبخ كان قديم، وكانت الرخامه كانت جرانيت، وكانت الشغل كان ساعتها كان قديم، احنا مسكناه جددناه وغيرنا كل حاجه فيه، بقت جديده وعملناها كمان 3D. تمام. حلو قوي يا يحيى. دي في الورشه عندكم بتعملوا الكلام ده؟ دي في الورشه يا دكتور موجوده. يعني بتجددوا كل حاجه؟ بنجدد كل حاجه يا دكتور. انا مبسوطه جدا منك، لان انت كمان عامل يعني عامل شركه وانت صغير، ومن قبل التصوير قلت لي ان انت بتشتغل وانت عندك 7 سنين. الحمد لله يا دكتور. حقيقي حلو قوي يعني. الحمد لله. طب اتفضل كمل، المطبخ عملته ازاي؟ تدي فكره للساده المشاهدين. المطبخ طبعا حضرتك عارفين كل ست بيت بيبقى، يعني المطبخ بيبقى من الزيوت والكلام ده كله، يعني الله يكون في عونهم يعني.
فبنمسك المطبخ اول حاجه، بنخش عليه، بنصوره كله، بنديله الديزاين بتاعه. بعد ما ندي الديزاين بتاعه بنفوره بقى، هل لو في مثلا خشب عايز يتغير، في مثلا ديكورات يعني مثلا مفصلات قديمه برضو نغيرها لها، الكلام ده كله يعني لازم نجدد فيه. وبعد كده مثلا بنمسكه نجدده رش، ونجدده البويه بتاعته، ونجدد الديكورات بتاعته، ونخلصه كله. مثلا لو عايزين نعمل فيه ديزاينر 3D نحط له مثلا الديزاين بتاعه، الشكل بتاعه الجميل اللي هو يديله احاء اللي هو خلاص حاجه بقت جديده وبنعملها. دي موجوده يا دكتور. حلوه قوي، حلوه قوي اعاده التدوير دي. يعني 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 معنى كلامك كده ان انت بتقول لكل ست بيت او كل اي حد، مش لازم ست بيت، عنده حاجه قديمه يتواصل معاك على صفحتك، على الصفحه الشخصيه شركه 3 دي ارتست، ان انت تقدر يعني انت تقدر تعلمها ازاي تعمل اعاده تدوير او ريسايكل للحاجه دي، بحيث ان احنا نوفر. طبعا انتوا عارفين حاجه دلوقتي غليت جدا. ده المطبخ ده يا يحيى، المطبخ موجود يا دكتور اهو. اه تمام. المطبخ ده كان قديم وجددناه. جددته. طبعاً. عملت له تجديد من حاله كله. تجديد من الف للياء، حتى الحوائط عملناها اكريليك. المطبخ ده خشب. كان خشب جلد من كله من جديد، وتركب له مفصلات جديده ومقابض جديده، والدهن جديد، ودخل الكابينه وترش وطلع ودخل، وعملنا الديزاينر 3D بتاعه. انا شايفه كمان الرخامه انت مجددها. والرخامه دي كانت جرانيت. عملناها جالاكسي، دي رخامه برضو الفيديو بتاعها موجود. طب والجالاكسي ده يعني بيتحمل بقى درجات الحراره؟ بيتحمل كل حاجه يا فندم. ده اي بوكسي. يعني الماده اللي معموله منها اي بوكسي، فالماده الاي بوكسي ماده فعاله يعني. يعني ماده جميله حلوه قوي. يعني الفيديو بيستحمل المطبخ. الفيديو برضه يا فندم دكتور موجود. موجود الفيديو بتاع الشغل بتاع المطبخ. ان شاء الله نعرضه بقى على صفحتك، بقى يتعرض على صفحتك عشان الناس تشوفه. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. طيب ما شاء الله شغله حلو. شيف احمد كده، عايزين نشوف انت عملت لنا ايه النهارده. عملنا يعني بقى عصير الرق العسل مع الجزر والبطاطا. سلقناهم واديناهم معلقه عسل نحل، طبعا قيمه غذائيه. طبعا طبعا احنا يعني عملنا المكرد بطريقه جميله جدا مع الخضار. البرزنتيشن بتاعه البرزنتيشن بتاعه جميل هايل حقيقي. يعني عملنا سلطه القرنبيط، عملنا بطريقه ثانيه خالص. طبعا سلقنا القرنبيط مع الفلفل الالوان مع الجرجير. ممكن تخليها تمام. مفاجاه بقى، عملنا صدور الفراخ بزبده الفول السوداني مع السبانخ. والسبانخ دي شوحناها كده بفص ثوم. تمام. وعملنا شوربه الشوفان. جميل قوي اكلك. طبعا انا شم ريحته وشكرا ريحته وشم ريحته جميل فعلا. وشكرا، بشكر الساده المشاهدين، وبشكر فريق العمل، بشكر طبعا زميلي المهندس يحيى، وبشكر الشيف احمد. وتحياتي لفريق العمل الجميل، للمخرج محمد الكيلاني، هو مخرج صغير بس ما شاء الله شاطر قوي يعني، والمصور محمود منصور، والمنتج احمد حافظ، واضاءه تامر فهمي. بشكركم كلكم، بشكر الساده المشاهدين، وبقول لكم تواصلوا معانا، وانا معاكي بقلبي وبكلامي. اوعي تزعلي مني، انا حقيقي بحبك قوي للسيدات، وخايفه عليكي وعلى بيتك قوي حقيقي. واشكركم والى اللقاء.